الحلقة 60 في تفسير جزء عامة تفسير سورة الإخلاص. ما المعاني التي تربط الصور الثلاثة الإخلاص والفلق والناس؟ سورة الإخلاص مدح لله بصفاته الثلاثة. سورة الفلق التعوذ من العدو الخارجي. سورة الناس التعوذ من العدو الداخلي. طيب ما فضل سورة الإخلاص وما الدليل على كل فضل؟ لها 7 فضائل. أول حاجة من قرأها مرة كأنه قرأ ثلث القرآن، ومن قرأها 3 كأنما قرأ القرآن. الدليل عن أبي الدرداء قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ كل ليلة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يقرأ كل ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: يقرأ قل هو الله أحد يعدل ثلث القرآن. وعن أبي هريرة قال: احشدوا فإني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. فحشد من حشد، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ قل هو الله أحد، ثم دخل فقال بعضنا لبعض: إني أرى هذا خبر جاءه من السماء، فذاك الذي أدخله. ثم خرج النبي الله فقال: إني قلت لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن، ألا إنها تعدل ثلث القرآن. من قرأ الفض الثالث، من قرأ 10 مرات بني له قصرا في الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ قل هو الله أحد حتى يختمه 10 مرات بني له قصرا في الجنة. 4 جعل من أحب قراءتها أحبه الله، اللي يحب قراءتها ويتعبد بها ربنا يحبه. عن عائشة إن الرسول بعث رجلا في سرية، فكان كل ما يقرأ لازم يقرأ سورة ومعاها الإخلاص. فسألوا النبي صلى الله عليه فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. وعن أنس أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أحب هذه الصورة. فقال: حبك إياها أدخلك الجنة. 5 فضل جعلها اسم الله الأعظم، الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. عن عبد الله بن بريدة عن أبي أن الرسول قال: سمع رجلا يقول: اللهم إني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال: لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. 6 وصى بها الشرع مع المعوذات 15 مرة في اليوم. فوصى بها دبر كل صلاة، أدي 5، وفي صلاة الوتر أدي 1، والنوم أدي 3، تقرأها 3 مرات، والصباح 3 و3 أدي 6، والمساء وسنة الفجر 1، جمعهم 5 1 3 6 1، دي 15. طب إيه الدليل نوصى بها دبر كل صلاة؟ عن عقبة بن نافع قال: أمرني رسول الله أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة، قال: ووصى بها في الوتر. عن عبد العزيز بن جريح سألت عائشة بأي شيء كان يوتر رسول الله، فذكر معناه قال: وفي 3 بقول هو الله أحد والمعوذتين قبل النوم. عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفس فيهما فقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبتدئ بهما من رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. وصى بها في أذكار الصباح والمساء. عن معاذ بن عبد الله قال: خرجنا في ليلة مطر نطلب النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي لنا، فأدركناه فقال: أصليتم؟ فلم أقل شيئا. قال: قل. فلم أقل شيئا. قال: قل. قل. فلم أقل شيئا. فقلت: يا رسول الله، ما أقول؟ قال: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. وصى بها الشرع مع الكافرين، مع سورة الكافرون في سنة الفجر، ووصى بها في الحج والعمرة في السنة اللي بعد اللي هي سنة الطواف، ده مع الكافرون. ما معنى سورة الإخلاص ليكون لها هذا الفضل العظيم؟ بسورة الإخلاص بتتكلم على 3 مشاهد: أنا أعظمك، أنا أحبك، أنا أخاف منك.
قل هو الله أحد، أنا أعظمك لأنك الملك المستوى على عرشه، أحد الذي لا شبيه له ولا نظير في صفات ألهيته ولا ربوبيته، كقوله ليس كمثلي شيء. فأحد دي تستخدم للنفي، ما بقولش جاء أحد أو ما جاء من أحد، فأحد دي بتفيد ليس كمثلي شيء. يبقى أنا بعظمك عشان أنت الله، يعني الملك المستوى على عرشي، أحد يعني لا يشبهك أحد في صفة من الصفات. يبقى بتعظم ربنا أنه ملك المستوى على عرشي لا يشبه أحد في صفاته. تاني سبب، الله الصمد، يبقى أنا أحبك لأنك صمد. ما معنى الصمد؟ الذي تقيم جميع أموري وأن وتقيم جميع أمور الخلق، وأصمد أنا والخلق إليك في جميع حوائجنا، كل حوائجنا عندك أنت اللي بتقضيها. المعنى الثالث، أنا أخاف منك. ليه بتخاف منك؟ لأنك إذا غضبت فلا فرار منك إلا إليك، لأنك لا يشفع لديك بولد ولا والد ولا ملك آخر كفوا يعني مكافئ لك مماثل في العمل والقدرة، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا، ملكش ملك مكافئ لك يمنعك كفوا أحد، ملكش أي واحد يماثلك. طيب المستوى الثاني، مكان نزولها مكة بعد سورة الناس، ترتيبها 112، عدد آياتها 4 آيات، عدد كلماتها 11 كلمة، عدد حروفها 47 حرف. ما الفرق بين واحد وأحد؟ قلنا واحد في الإثبات وأحد في النفي. ما الدليل على تفسير الصمد أي القيوم؟ ما الرد على من فسر أنه لا جوف له أو الذي لا يخرج منه شيء؟ لأن هذا تفسير السلف عن عكرمة وابن عباس، الصمد الذي تصمد إليه الخلائق. وقال الحسن الصمد هو الحي القيوم الذي لا زوال له. ولأن هذا التفسير أرجح تفسيرات اللغة، قال أبو جعفر الصمد في اللغة هو السيد الذي يصمد إليه. لماذا قدم نفي الولد على نفي الولادة؟ والأصل إن الولادة الأول، لأن هذا من باب تقديم الأهم، لأنه رد على النصارى في قولهم عيسى ابن الله، وعلى اليهود في قولهم عزير ابن الله، فلا لم يلد ولم يولد، فرد على ما أشرك الناس فيه، وعلى المشركين الذين قالوا الملائكة بنات الله، ولكنه لم يدع أحد أن يدعي أحد أنه سبحانه وتعالى مولود، لكن ادعوا أنه بيلد، فبدأ بالفعل اللي فيه مشكلة. ما الدليل على شدة ذنب من نسب له الولد؟ قال الله تعالى قال وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. ما الخطأ الشائع في قراءة سورة الإخلاص؟ الصحيح قراءتان معروفتان فقط، وأي قراءة غير خطأ في كلمة كفوا. كفوا قال ابن جرير بضم الكاف والفاء كفوا. طيب وفي قراءة في الكوفة بتسكين الفاء وهمزها كفأ، دي الاثنين، اي حاجة تانية غلط. ما سبب نزول سورة قل الله أحد؟ ان المشركين قالوا للنبي محمد انسب لنا ربك. لماذا لا يطابق الإجابة السؤال؟ يعني بيقولوا انسب لنا ربك، كلنا نسب راح ربنا وصفه، فالإجابة لم يطابق السؤال. أعرض القرآن عن سؤال خاطئ من جاهل بالله، يسأل عن كيفية الله ولا يعرفها إلا الله عز وجل، ولا مطمع لأحد فينا على الإطلاق أن يعرفها، فقال تعالى وليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأجابهم بما يخصهم وما يلزمهم وما ينفعهم،
ومثل ذلك حينما سأل فرعون وما رب العالمين، ما قالوش ما رب العالمين، قال له ايه؟ رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. وما الصحابة سألوا عن الأهلة، قال ما جاوبهمش، قال لهم قل هي مواقيت للناس والحج. ما الكتب المميزة في تفسير سورة الإخلاص؟ تفسير الإخلاص للمتهمية وجواب أهل العلم والإيمان في موردة في قول الله أحد، ودي برضو كتب شيخ الإسلام ابن تيمية. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.